نبدأ نخش في حاجة تانية. ايه الفيزل، ايه الفيزلز اللي بتغذي الليفر؟ ايه الفيزلز اللي بتغذي الليفر؟ بص يا سيدي، لازم تعرف برضو الكونسبت ده كويس. احنا طبعا في محاضرة هتبقى محاضرة كاملة عن فكرة الهيباتيك دوبلر، بس ادي الليفر، ادي الليفر، وادي المعدة والسمول انتست. ماشي، بيبدأ الجسم يمتص الاكل اللي في المعده واللي في السمول انتستين، يمتصهم، وبعدين يروح عند الليفر ويدخل لي حاجه اسمها بورتال فين. يدخل لي حاجه اسمها بورتال فين. البورتال فين ده مالي مليان نيوتريشنز، ودم جاي مليان كل الاكل اللي انت بتاكله بتمتصه، وكل الحاجات اللي انت بتمتصها بيروح عند الليفر. كذلك عندنا الأورطة عايز يغذي الليفر، عشان الليفر ده فيه خلايا والخلايا دي محتاجة تتغذى، فبيطلع لي حاجة اسمها كومبايل داكت، وبتديني حاجة اسمها هيباتيك أرتري. هيباتيك أرتري، يبقى عندي دلوقتي أدي بورتال فين وعندي هيباتيك أرتري. يبدأوا يخشوا جوه الليفر، ده مصنع، مصنع كبير قوي. وبعدين الليفر ده يبدأ يطلع النفايات بتاعته والحاجات اللي هو عايز يوديها للهارت، يوزعها على الجسم عن طريق الهيباتيك فين في الاي في سي. يبقى دي الحاجه الثالثه اللي اسمها هيباتيك فين. يبقى دول الثلاثه فيزلز الاساسيين، الهيباتيك ارتري والبورتال فين والهيباتيك فين. في حاجه كمان بتطلع من خلايا الليفر وتنزل تروح عند الجول بلادر، اسمها البيلياري سيستم. البيلياري سيستم، شباب كده مفيش صوت؟ الناس مش سامعه اي صوت؟ الناس سامعاني ولا مش سامعاني؟ طب ما في ايه، الناس مالها؟ طيب الله المستعان. طيب يبقى احنا عندنا كذلك، نرجع تقول تاني، عندنا الليفر. الليفر ده بياخد الاكل عن طريق حاجه اساسيه اسمها خلينا نسمع بالازرق عشان زي ما موجوده في كتب، عن طريق البورتال فين، وبياخد التغذيه بتاعت الخلايا بتاعته عن طريق الهيباتيك ارتري، وبيطلع كل حاجه عن طريق البيليري اللي بتروح للجول بلادر، عن طريق البيليري، والنفايات بتاعته كلها بيطلعها عن طريق الهيباتيك فين للاي في سي للايه؟ للهارت. يبقى الليفر ليه ثلاث طرق معانا، الليفر ليه ثلاث طرق معانا. طيب الحتة اللي بيخش منها، الحتة اللي بيخش منها الهيباتيك ارتري والبورتال فين والبيلياري عن طريق الليفر بيسموها البورتا هيباتس. البورتا هيباتس، بورتا بصفة عامة يعني بوابة، هيباتس يعني الليفر، بوابة الليفر. وده البورتال فين ترجمته بالعربي الوريد البادي برضو، لانه في كلمه بورتال، يبقى كلمه بورتال لما تيجي في حاجه معناها البوابه. تمام كده؟ طيب الليفر بياخد 90% من التغذيه او 70% ل 75% من تغذيته من البورتال فين ولا من الهيباتيك ارتري؟ السكريتشر بتاعته بتيجي اكتر من البورتال ولا من الهيباتيك ارتري؟ من البورتال فين. ممتاز. هنشوف، ادي البورتال فين داخل اللي هو لونه ازرق ده. ادي البورتال فين داخل اللي لونه ازرق ده. وادي الهيباتيك ارتري داخل اللي لونه احمر ده. وادي البيليري راديكال طالع اللي لونه اخضر ده. الثلاثه دول بيطلعوا عن طريق البوابه اللي هي بورتا هيباتس. وجوه الليفر الثلاثه برضو بيمشوا مع بعض. جوه الليفر الثلاثه بيمشوا مع بعض عن طريق حاجه اسمها بورتال ترياد، او ثلاثيه بورتال، او بورتال ترياد. الثلاثه بيفضلوا ماشيين مع بعض. ليه بيسموها بورتال ترياد؟ يعني ليه بيدوها اسم البورتال؟ لان البورتال بيبقى اكبرهم. البورتال بيبقى اكبرهم، ما بيبانش الهيباتيك ارتري والبيليري راديكال جنبه غير في اوقات معينه هنقول عليها. طيب هي ده البورتا هيباتس، مدخل الليفر اللي دخل فيه الارتري
والبورتال فين، وهيطلع منه البيليري راديكال يروح للجول بلادر. هو ده مدخل الليفر. تاني عندي ثلاث حاجات موجودين هنا، البورتال فين، هيباتيك ارتري، والكومن بايل داكت. لاحظ حاجه ثابت عندي، ان البورتال فين هو اللي تحت، الكبير هو اللي بيشيل، الكبير هو اللي بيشيل اخواته، فالبورتال فين هو اللي تحت. الهيباتيك ارتري والكومن بايل داكت بيلخبطوا مع بعض، بيتبدلوا مع بعض. ساعات تلاقي، ساعات تلاقي المنظر ده كده، ان الهيباتيك ارتري عباره عن دايره والكومن بايل داكت مستقيم والبورت فين مستقيم. ساعات تلاقي العكس، ساعات تلاقي العكس، تلاقي البورتال فين مستقيم والهيباتيك ارتري مستقيم والبيليار راديكال عباره عن دايره او مش باين. فالمدخل ده اسمه البورتا هيباتس. طب انا بجيب البورتا هيباتس ده ازاي؟ بمشي مع البوردر بتاعه الليفر لغايه ما اجيبهم وهم داخلين فيها. دي حاجه انا متكل بس انت بتشوفها بعينك. المهم عندي اللي تحفظه ان البوستيريور، البوستيريور هو البورتال فين. ده المهم عندي اللي تعرفه. تاني ده المين بورتال فين هو اللي تحت. ايه رايك اللي فوق ده الارتري ولا الكومن بايل داكت؟ ايه رايك اللي فوق ده الارتري ولا الكومن بايل داكت؟ ولا عندك حاجه ثانيه ولا ليك اي راي؟ ولا ليك اي راي؟ ما اقدرش احلف، ما اقدرش احلف. حلي بالظبط زي ما نور قالت كده، حلي ان لازم، برافو 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 سمية، لازم احط كلر دوبلر، كلر دوبلر، احط كلر اشوف. لو خدت الوان، والله لو خدت الوان تبقى ارتري، ما خدتش الوان تبقى الكومن بايل داكت. المهم زي ما قلت لك ان يبقى عندي البورتال فين هو اللي تحت. البورتال فين بعد ما يخش الليفر بيبدا يتقسم لرايت بورتال الازرق ده وليفت بورتال. حد عارف ليه الرايت بورتال واخد لون غير الليفت بورتال؟ ليه واخدين الوان عكس بعض؟ حد متخيل ليه ياخدوا الوان عكس بعض؟ ممتاز ممتاز يا اسراء، بالظبط حسب البتاعه دي اللي اسمها كلر ماب. خلي بالك الكلام ده هنتكلم عليه بعد شويه. حسب البتاعه دي اللي اسمها كلر ماب، الحاجه بقول له الدم اللي ماشي ناحيتي اديله لون احمر، الدم اللي ماشي بعيد عني اديله ازرق. فالبورتال فين كان داخل كده وبعدين اتقسم لدم مشي كده ودم مشي كده بتوزع في الليفر. فالدم اللي مشي كده جاي ناحيتي انا، الجروب بتاعي واقف اهو، فالدم اللي جاي كده ماشي ناحيتي، الدم اللي جاي كده ماشي ناحيتي، جاي ناحيه جروب. ثانيه واحده معاكم، معلش. سوري سوري سوري، هتسمعوا الصوت دلوقتي، سوري هتسمعوا الصوت دلوقتي، هتسمعوا الصوت دلوقتي. الدم اللي جاي كده جاي ناحيه جروب، جاي ناحيتي، انما الدم اللي ماشي كده ماشي بعيد عني، الدم اللي ماشي كده ماشي بعيد عني. يبقى انا القصه كلها الجروب بتاعه ده الجروب، اي حاجه جايه ناحيتي اديها لون احمر اكوردنج للماب دي، واي حاجه ماشيه بعيد عني اديها لون ازرق اكوردنج للماب دي. بصيت على الرايت بورتال جاي كده ومشي كده فماشي بعيد عني، الليفت بورتال ماشي كده جاي ناحيتي، فده ادى لون احمر وده ادى لون ازرق. ماشي؟ طيب بص بقى ركز معايا، جوه الليفر في حاجتين كبار ماشيين، لا اما البورتال لا اما الهيباتيك فين. امال فين الهيباتيك ارتري والكومن بايل داكت؟ دول صغيرين مش هيبانوا الا في وقت اللزوم، مش هيبانوا غير في وقت اللزوم او وقت المشكله. انما اللي على طول ماشيين، انما اللي على طول ماشيين البورتال فين والهيباتيك فين. اعرف افرقوا عن بعض بكل سهوله. الهيباتيك فين ملهاش وول، ملهاش وول، الفيزل كده تحس ملوش وول. البورتال ليه وول. وليه البورتال ليه وول؟ عشان البورتال ماشي معاه حاجتين تانيين، صح كده؟ عشان البورتال ماشي معاه حاجتين تانيين اللي هما الهيباتيك ارتري والكومن بايل داكت. عشان كده هما يعتبروا ثلاث حاجات ماشيين فواخدين كلر شويه. انما الهيباتيك فين ماشي لوحده وده فين ملوش. طيب. البورتال فين
والهيباتيك فين في اغلب الاحيان مش ماشيين زي بعض. يعني ايه مش ماشيين زي بعض؟ يعني الهيباتيك فين ماشي بالطول، البورتال فين ماشي بالعرض. يبقى انت لو قطعت واحد بالطول وجبته في السونار كده، هتقطع واحد منهم بالعرض وتجيبه في السونار دايره، والعكس صحيح. مفهوم كده يا شباب؟ هما الاثنين مش ماشيين في نفس الاتجاه، واحد ماشي كده واحد ماشي كده. فلو انت لو قطعت ده بالطول هتجيب كله بالطول، بس هتجيب حته واحده بس، دايره واحده من الثاني بالعرض. عشان كده بص كده، سؤال لحضرتك، اللي انا عملت عليه علامه ده الهيباتيك فين ولا البورتال فين؟ اللي انا عملت عليه علامه ده الهيباتيك فين ولا البورتال فين؟ ده الهيباتيك فين. ايه اللي عرفك؟ ايه اللي عرفك ان ده الهيباتيك فين؟ ان هو اولا رايح للاي في سي. الحاجه الثانيه ان انا ما لقيتلوش وول. امال مين ده؟ مين رقم اثنين ده؟ انما مين رقم اثنين ده؟ رقم اثنين ده البورتال. ايه اللي عرفني ان طالما الهيباتيك فين بالطول غالبا البورتال فين هجيبه بالعرض؟ تمام. وعشان كده برضو ليه وول شويه، ليه جدار ابيض سميك. لو بصيت على الجدار عليه من جوه كده، ليه جدار ابيض سميك اللي هو كل الجدار الابيض ده. تمام كده، يبقى ده كده البورتال وده كده الهيباتيك. طيب تعال نشوف كده، احنا كده جبنا البورتال فين بطوله، جبنا البورتال فين بطوله، وايه اللي عرفني ان ده البورتال فين؟ الوول بتاعه واللي مش داخل في الاي في سي. هلاقي الهيباتيك فينز جم بالعرض، الهيباتيك فينز جم دوائر. ليه؟ انا قطعت البورتال فين بالطول، يبقى قطعت بس دايره صغيره من الهيباتيك فين. وهتلاقي الهيباتيك فين ملوش وول قوي، واضح ملوش وول واضح كبير، عكس ده ليه وول واضح كبير. تمام، يبقى ده كده البورتال فين بالعرض وده كده البورتال فين بالطول، والعكس صحيح. تاني الحاجات اللي عرفتني ان ده الهيباتيك ان ملوش وول، والحاجات اللي عرفتني ان ده البورتل ليه وول. تمام. طيب بص كده، ركز معايا، ده كده بورتال فين صح ولا غلط؟ ترو ولا فولس؟ ده كده بورتال فين ترو ولا فولس؟ ده كده بورتال فين ترو ولا فولس؟ ترو صح كده، حضرتك متفق. طيب انا شايف هنا ليه وول، شايف هنا ليه وول، شايف هنا ليه وول، شايف هنا ليه وول، وشايف هنا ليه وول، وشايف هنا ليه وول. ايه رايك البرانش اللي طالع منه ده ليه وول ولا لا؟ البرانش اللي طالع منه ده ليه وول ولا لا؟ ملوش وول صح كده، مش باين له وول صح، مش باين له، مع ان انا متاكد مليون في الميه ان ده برانش من بورتال، متاكد مليون في الميه ان ده برانش من بورتال. ليه ملوش وول؟ دي حته فيزيكس، يعني ده حاجه فيزياء، انه ماشي كده وان الالترا ساوند ويف نازله في نفس الدايركشن بتاعه كده، فمش مبين له وول. طيب تعالى نشوف الناحيه الثانيه، تعالى نشوف الناحيه الثانيه. دولا الهيباتيك فين متفق ولا مختلف؟ ترو اور فولس؟ دول الهيباتيك فين ترو اور فولس؟ متفق صح كده. طيب لما تيجي تبص، لما تيجي تبص تلاقي ده ملوش وول عشان الهيباتيك فين، وده ملوش وول عشان الهيباتيك فين، وده ملوش وول عشان الهيباتيك فين. امال ده ليه وول ليه؟ مش احنا قلنا الهيباتيك فين ملوش وول؟ ده ليه وول ليه؟ برضه هي في حته فيزياء، الالترا ساوند ويفز نازله كده وهو عمودي عليها مباشرة، عاملين 90 درجة مع بعض، عاملين 90 درجة مع بعض. يبقى ايه اللي بيخلي الفيزل ليه وول؟ حاجتين، الاساس البورتال ليه وول، الحاجة التانية برضو نزلتك بالاشاعة ليها دور. مرة تانية بكرر لحضرتك، لما قطعت البورتال الهيباتيك فين بالطول، حضرتك قطعت البورتال فين بالعرض، يعني جبت دايره واحده بس من البورتال. فاهم قصدي؟ اجيبها لك بلون تاني، انت جبت حته واحده بس من البورتال، جبت الهيباتيك فين كله وجبت حته دايره من البورتال. والعكس صحيح، لما جبت البورتال فين كله، لما جبت البورتال فين كله وقفت تي اس وجبت البورتال فين كله، قمت قاطع حته صغيره بس من الهيباتيك فينز، حته صغيره بس من الهيباتيك فينز اللي قاطعها بالالترا ساوند.
عشان كده مرة أخرى بص كده، حتى في المثال اللي احنا كنا بنضربه ده، أنا كده جايب الهيباتيك فينز بطولها، لقيت البورتال فين دايرة، حتة دايرة صغيرة، حتة دايرة صغيرة. تاني بص هنا، جبت الهيباتيك فينز بطولها، لقيت البورتال دايرة صغيرة. جبت البورتال فين بطوله، لقيت الهيباتيك فينز دوائر صغيرة. تمام كده؟ كل ده مش هيفرق معانا كتير، كل ده بس أنا إيه؟ بوري لك الحاجات. نخش بقى على الكلام المهم جدا في محاضرة النهاردة، وهو ده الكونسبت أو الحاجة اللي إحنا عايزين نطلع منها في محاضرة اليوم. بص يا سيدي، أما تيجي تفحص الليفر، أما تيجي تفحص الليفر في الألترا ساوند، حضرتك بتعمل ألترا ساوند أبدومن أند فيلفز، وطلبوا منك تروح تعمل الليفر ألترا ساوند أو هتبدأ بالليفر، حضرتك بتبص على الحاجات دي بالترتيب. بتبص عليه الأول من بره، وبعدين بتبص عليه من جوه، وبعدين بتبص عليه بالحركة، وبعدين بتبص على حاجات تانية. خد سكرين شوت عادي، خد سكرين شوت عادي. أنا كده كده هبعت لك البي دي إف يعني، هيبقى معاك يعني. هبص على حاجات من جوه من بره، حاجات من جوه، حاجات وهو بيتحرك، حاجات أخرى جنبي أو حاجات كده. إيه الحاجات اللي ببص عليها من بره؟ بشوفه من بره كده ليفر كبير ولا ليفر صغير؟ سايز. بشوفه من بره كده ماشي الريجولر ولا ماشي ريجولر؟ بشوفه من بره كده في مكانه. طب هو مكان الليفر فين؟ لو رسمت العيان اهو، مكان الليفر فين؟ المفروض لو دي الضلوع بتاعته، لو دي الضلوع بتاعه القفص الصدري، الليفر يعني مستخبي شويه كده ما بين الضلوع، ويبدا ينزل بعديها بشويه عند الرايت سايد. طب افرض لقيته في الليفت سايد، ينفع في حاجه كده ولا لا؟ ينفع الاقيه في الليفت في حاجه كده؟ عمرك شفت حاجه كده؟ ينفع حاجه اسمها سايتس انفيرسس. تمام، يبقى احنا عايزين نبص على ثلاث حاجات من بره. عايزين نبص على ثلاث حاجات الاول من بره، حجمه والكونتور بتاعه او السيرفيس بتاعته، وفي فاريانت ولا. نخش لخناقه الخناقات اللي هتحصل بيننا دلوقتي. نخش لخناقه الخناقات اللي هتحصل بيننا دلوقتي. انا لما باجي اشتغل سونار ما بشتغلش ولا بكتب ابدا السايز اوف ليفر، ما بكتبش ابدا سايز اوف ليفر. ليه مش بكتب السايز اوف ليفر؟ لان الكتب بتقول السايتس عشان تقيس الليفر بتقيسه في الميد كلافيكولار لاين، مش في اي لاين، لازم تبقى واقف ميد كلافيكولار بالظبط. فانت لازم تبقى واقف في الميد كلافيكولار لاين. الحاجه الثانيه، الحاجة التانية إن حضرتك تبقى واقف 90 درجة بالظبط، يعني واقف بالبروب بتاعك فوق وتحت بالظبط. لا مايل كده ولا مايل كده. وكمان لو وقفت لبره شوية هتجيب الليفر أكبر، ولو ملت لجوه شوية هتجيب الليفر أصغر. فهتلاقي بالتجربة، هتلاقي بالتجربة حضرتك وأنت بتقيس الليفر بتاعك، وأنت بتقيس الليفر بتاعك بتقيسه، بتجيب كذا قياس، مره بتجيبه بالقياس ده، ومره تجيبه بالقياس ده، ومره تجيبه بالقياس اللي في النص الصحيح، ومره تجيبه وانت مايل كده شويه او كده شويه. كل القياسات دي غلط. فعشان كده زمايلنا هيلاقوا دايما الناس اللي بتشتغل معايا ان ما بنقيس الليفر، ما بنقيس الليفر. طيب مبدئيا لو هتقيس الليفر، لو هتقيسه يعني بتقف ميد كلافيكولار لاين وبتجيبه ماكسيمم دايمنشن، بتجيبه ماكسيمم دايمنشن، ما بتجيبش كرينيو كودل ولا بتجيب اي بي. تاني لما ببقى واقف واجي اقيس ال اس بالقياس اللي انت بتقيسه، اللي انا هقول لك تتجنبه ازاي دلوقتي، بتقيسه ماكسيمم دايمنشن، اكتر مسافه تقدر تعملها في ال 100 كلافيكولار لاين، مش كرينيو كودل، مش اي بي. تمام كده؟ دي المقاسات، المقاسات ليها كلام كتير، وبتختلف من في ميل وميل، وبتختلف اكبر مقاس المفروض يبقى كام. يعني احنا بنقول كده رقم مجازي 16، بنقول رقم مجازي كده 16، يعني ده الرقم المقاسي اللي بنقول عليه في الميد كلافيكولار لاين. الكلام ده، الكلام اللي بقوله لك ده، امال نعمل اسسمنت الليفر كبير ولا لا ازاي؟ هقول لك كمان
دقيقتين. هقول لك كمان دقيقتين تعرف الليفر الكبير ولا لا ازاي. بس الكلام ده بيختلف في الاطفال. الطفل صغنون صغنون تقدر وانت واقف تبقى شايف فين الميك كلافيكولار لاين وتتاكد انك واقف عليه بالظبط، والموضوع سهل بالبروف. عشان كده انا بقيس في الاطفال. يبقى انا مش هوافقك على القياس في الكبار، وهوافقك على المقاس في الاطفال. والميد كلافيكولار لاين هو تقريبا الميد نيبل لاين في الميل. تاني، الميد كلافيكولار لاين هي تقريبا مكان الميد نيبل لاين في الميل. يعني حضرتك لو واقف تحت النيبل كده ممكن تبقى انت واقف في الميد كلافيكولار لاين تقريبا. تمام. في الاطفال عندنا برضو مقاسات، بنعرف اقرب اكبر مقاس نقدر نوصل له كام اكوردنج للايج. طبعا ده بيبقى معاك شارت وبتبقى عارف عمر الطفل قد ايه. امال انا بقى في الادلت مش في الاطفال اعرف الليبر كبير ولا صغير ازاي؟ بحته بسيطه خالص. حضرتك بتروح تجيب الكيدني وتفردها، الكيدني وتفردها وتشوف اللور بول بتاعه الكيدني اللي هي بالابيض دي في نفس المكان بتاع اللور بول بتاع الليفر ولا لا. لو الاثنين مع بعض يبقى الليفر اوف افريج سايز. لو الدكتور بيقول لك اكتب لي مقاس اكتب له 15 وريح دماغك، قول له 15 سنتي. تمام كده؟ حد مش فاهم دي؟ انا هوريك دلوقتي لو كبير هيبقى عامل ازاي، بس فاهم دي؟ ادي اللور بول بتاعت الليفر وادي اللور بول بتاعت الكدني. تتوقع تقريبا دي هتبقى سيجمنت كام؟ تقريبا دي هتبقى سيجمنت كام؟ 6. دي هتبقى سيجمنت 6. ممتاز. الكدني دي عندي فيه احتمالات كتير للكدني دي. واحد شايل الكدني، واحد شايل الكدني، واحد عنده اكتوبيك كدني، واحد عنده سمول سايز كدني. صح كده؟ يبقى عندي فيه احتمالات، لو واحد شايلها، واحد عنده اكتوبيك، واحد عنده سمول سايز. ساعتها استخدم الميد كلافيكولار لاين ميجرمنت. ساعتها بكتب الميد كلافيكولار لاين ميجرمنت. لا، اما تيجي تكتب يا شباب، لما تيجي تكتب اكتب لو انا الكدني كويسه، لو انا الكدني بتاعت العيان كويسه والليفر قافل معاها كويس، بكتب للدكتور كده it is of average size measuring about 15 سنتي في الميد كلافيكولار لاين اللي انا اصلا ما رحتش عنده، اللي انا اصلا ما رحتش عنده. طب افرض انا رحت عنده اجيب الايه الكدني. لما كيف لك كلافيكولار لاين بلين هوري لك حاضر. طيب بص كده، اللور بول بتاعه الكدني واللور بول بتاعه الليفر، ايه رايك؟ انلارجد ولا لا؟ انلارجد ولا لا؟ ايه رايك؟ قافلين مع بعض ولا لا؟ يبقى الليفر ده انلارجد. بكل بساطه، بكل هدوء، بكل من غير ما تعصب نفسك، رحت جبت الكدني وشفتها بشرط انها طبعا تبقى كدني سليمه، ماشي، وانت رايح شايف الايه اللور بول بتاعه الايه الليفر معدي. بص، ما انا بقول لك ليه مقاسه كام غلط. بص يا هدير، ليه بقول مقاسه كام غلط؟ لان انت حضرتك لو قست الميد كلافيكولار لاين مثلا، هو ده مقاس تقريبا لمنظر الميد كلافيكولار لاين، ده المقاس الاقرب. يعني لو حضرتك قست الميد كلافيكولار لاين ده، انت قايسه مثلا 16، انت قايسته او 17، جه زميلك بعديك قام وقف، بس وقف مش ميد اكزيلري لاين بالظبط او ميد كلافيكولار لاين، وقف بره شويه، طلع الليفر اكبر، فقام كتب للدكتور 17 ونص. يبقى بالنسبه لدكتور البطنه الليفر ده بيحصل فيه ايه؟ ما هو ده انا بقوله لك عشان فولو اب. بالنسبه لدكتور البطنه، الدكتور ده الليفر ده بيعمل ايه؟ الليفر ده بيكبر، صح كده؟ قام جه واحد بعديك تاني قام قاس جوه شويه، قام قاس ان هو 16. يبقى الليفر ده اسمه الليفر اللي بيلعب، صح كده؟ يبقى احنا كدكاتره اشعه مطلعين الليفر اللي بيلعب. الليفر ده عمال يكبر ويظهر كارديون، العيان حامل سوري، العيان عنده شايل كارديون جوه جسمه، عمال يكبر مطاطي، ليفر مطاطي عمال يكبر ويصغر، وده مش منطقي. عشان كده انا في حاجات دايما هعلمها لك، انك ما تلجاش انك تزنق نفسك في الارقام الا لو اتزنقت،
الا لو اتزنقت. يعني زي ما بقول لك كده، الليفر الكدني مش موجوده، ساعتها خلاص هضطر اقيس، احاول اقيس على قد ما اقدر واقف عند الميد نيبل لاين بالظبط او الميد كلافيكولار لاين بالظبط. ماشي، ما انا بقول لك لو انت اتزنقت قوي محتاج ارقام. ماشي ماشي، طيب لو انت محتاج ارقام، لو انت محتاج ارقام ساعتها قيس من اللور، بس خلي بالك بتقيس الماكسيمم دايمنشن عشان ما نبقاش احنا كمان واقفين في الميد لاين وواحد يقوم قايس كده او واحد يقوم قايس كده. تمام، ال اس طبعا كل الكلام ده ال اس، ما فيش واحد يقوم قايس لي كده، لا احنا بنقيس اكتر حاجه قادر تقيسها، اكتر حاجه قادر تقيسها. تمام، طيب لكن انا بقول لك الطريقه السهله اللي تخليك في 90% من الشغل بيجي لك ست. بص يا جماعه، اصل احنا خلينا نادرا يعني مش النسبه الاكبر ان بيجيب لك حد يقول لك عايز اتابعه، وحالات الثلاسيميا دي غالبا اطفال، وانا قلت لك في الاطفال هنقيس وهنكتب رقم. انا بتكلم في الادلت الكبار، الكبار غالبا بيجي لك ست تخينه شويه ومليانه فات قد كده، وانت اصلا مش عارف تجيب لا ميد كلافيكل ولا راين، انت اصلا احتمال تكون مش شايف الليفر في الاساس، يعني لان احنا انت عارف الاوبيزيتي عندنا ما شاء الله عامله ازاي، فاحنا بنبقى شايفين الليفر بالعافيه. فبقى بلاقي الدكتور عمال بقى يحط كده ويطلع لي مقاسات خرافيه، ويجي اللي بعديه، يجي اللي بعديه يقول برضه مقاسات غير المقاسات الاولانيه. بالظبط، مش هتلاقي كلافيكل، انت هتلاقيها فين؟ تمام؟ فانت الفكره كلها هتوصل للور بول بتاعت الكدني، الليفر معدي، سمايلد انلارجد، مودريت انلارجد، بعينيك بعينيك. انتوا عندكم سمنه في العراق كمان؟ طيب يبقى كده في سمنه في العراق وسمنه في مصر. كده في اثنين سمنه ما شاء الله. طيب. تمام كده؟ ايه رايك؟ هيباتوميجالي ولا لا؟ هيباتوميجالي ولا لا؟ ادي الكدني وادي الليفر. سي هيباتوميجالي. عارف انا لما الدكتور يجي، ماشي؟ عارف انا لما الدكتور يجي يقول لي شكله كبير، بقول له لا شكله كبير، يعني كام يا دكتور؟ اقول له طب 18 17 ونص، اي رقم صدقني يعني اللي بعدك هيلخبطك. ماشي، بص كده تاني، بص كده تاني، ادي الليور بول وادي الكيدني. ايه رايك افريج سايز ولا لا؟ افريج سايز ولا لا؟ ايه رايك افريج سايز ولا لا؟ افريج سايز. طيب بص بقى، خليك بقى، خليك ذكي، خليك ذكي، خليك ذكي. يعني ايه؟ يعني ايه تخليك ذكي؟ يعني مثلا انا جاي لي ليفر زي ده، ركز بس معايا في الكلمتين دول عشان احاول نبقى مع بعض شويه واوصلك المعلومه واحده واحده. انا جالي ليفر كده، انا جالي ليفر كده، ده كبير ولا مش كبير؟ ركز بس معايا واحده واحده. جالي ليفر كده، ده كبير ولا مش كبير؟ ركز معايا بس، ما تسالش انت، ركز معايا بس، ده كبير ولا مش كبير؟ ده مش كبير، صح كده؟ فانت لقيت زميلك اللي قبلك، لقيت زميلك او النايب اللي معاك داخل يقول لك يا دكتور انا قست الليفر في 100 كلافيكرو لاين لقيته 19، تصدقه ولا هو قايس غلط؟ تصدقوا ولا هو قايس غلط؟ تصدقوا ولا هو قايس غلط؟ هو قايس غلط، صح؟ ما ينفعش يجي يقول لك يا دكتور، تروح انت حضرتك تشوف المنظر ده ويقول لك يا دكتور الليفر از انلارجد، الليفر از انلارجد، قايس 19 سم في 100 كيلوفيكولار لاين. قول له لا، انت غالبا يا دكتور ايدك عوجت شويه، غالبا يا دكتور ايدك عوجت شويه، غالبا انت جبت الحاجه بميل، غالبا جبت الحاجه بميل، ممكن ايده كانت النايب مثلا ايده واقفه كده، ايده واقفه كده بميل كده، فجاب مساحه اكبر شويه، اس اي اس اكبر شويه. فتقول له يا دكتور لا تعالى كده نقيسه مع بعض تاني، الليفر ده غالبا ولازم هيطلع تحت 16 سم. طيب افرض العكس، افرض جالك واحد كده وقال لك الليفر ده 14 سم، تصدقه ولا لا؟ تصدقه ولا لا؟ ما تصدقوش، صح؟ ليه؟ الليفر ده اكيد اكبر من 16. الليفر ده اكيد اكبر من 16، تعال نقيسه مع بعض تاني، نحاول بقى نجيب ال 100 كلافيكولار لاين قوي بالظبط. يبقى انت لو عايز الكلام اللي موجود في الكتب، لو عايز الكلام اللي موجود في الكتب، اقف في ال 100 كلافيكولار لاين بالظبط واخرج 15 16 سم، ده لو انت عايز الكتاب الكلام اللي موجود في الكتب بالظبط. لو عايز اللي بقول لك يخليك تشتغل بسرعه وتشتغل صح بنسبه كبيره، روح هات الكدني ان شاء الله تطلع كويسه، ما تطلعش باثولوجي ولا حاجه، وجيب اللور بول بتاعت الكدني مع اللور بول بتاعت الليفر. كده انت عرفت هو افريج ولا كبير ولا لا. وبعد كده نخش مايلد مودريت ماركت، مفيش حاجه في الكتب كاتبه الكلام ده،
مفيش حاجه في الكتب كاتبه ان من كذا لكذا ماركت مايلد مودريت، مفيش. انت بليكتب سايز حبذا يا حبذا تطلع بره بره حته المقاسات عشان ما تدبسش اللي جنبك، عشان ما تدبسش اللي بعدك. تمام. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على اول حاجه اللي هي السايز، وقلنا نعرف ازاي كبير ولا لا. طيب تاني حاجه عندي حاجه اسمها السيرفس. السيرفس وبالذات يعني لما تيجي تتكلم عن السيرفس اتكلمني عن البروكسيمال، عن ناحيه البطن. ما هو مفيش ديجري، ما انا بقول لك مفيش ديجري، مفيش ديجري مكتوبه في الكتب. السيرفس اللي ناحيه البطن مفيش حاجه مكتوبه في كتب السونار ان ده من رقم كذا كذا مايلد. في الاطفال قيس وحط المقاس وحط له الشرط، في الكبار ما تقيس، حاول ما تقيس على قد ما تقدر. تمام. خليك معايا تاني. تاني حاجه بقول لك بنشوف السيرفس. السيرفس يعني ايه؟ الحته دي، الحته دي هل ماشيه سموس ولا ماشيه بتعريجات؟ بص كده دي حاله واضحه قوي، ماشيه بتعريجات، ماشيه بتعريجات اهي، ودي حاله واضحه قوي انها ماشيه سموس. في حاجات لا هتجي لك كده ولا هتجي لك كده، هتجي لك ما بين الاثنين. طب اعرفهم ازاي؟ اعرف ازاي يعني اقدر احكم ازاي لو هي نص نص كده؟ بص بقى ركز معايا في النقطه دي. هو انا لما قلت لك الحاجه بتنزل بيربنديكولر على الفين وول بتخليه يلمع ولا لا؟ لو الحاجه نازله بيربنديكولر على الفين وول بتخليه يلمع ولا لا؟ تخليه يلمع، صح كده؟ تخليه يلمع. لو جدار الليفر الامامي مستقيم تماما، الالترا ساوند ويف نازله عليه بيربنديكولر هتلاقيه بيلمع. في تعريجات هتلاقيه مش بيلمع. عشان اثبت لك الكلام ده او تفهمني، تفهمني بص الحته دي، الحته اللي انا عامل عليها علامه دي بتلمع ولا لا؟ اللي انا عامل عليها علامه بس بتلمع ولا لا؟ ايه رايك؟ فيها لمعه، فيها بياض ولا لا؟ بلاش لمعه، فيها بياض ولا لا؟ فيها بياض، ماشي؟ طيب الحته اللي انا هرسمها لك بالقلم الاحمر دي فيها بياض ولا لا؟ فيها بياض ولا لا؟ لا. ليه؟ عشان دي بص الاشعه هنا نازله 90 درجه بالظبط رجعت لك بتلمع، هنا نازله لقيت حاجه عامله زاويه شتتت بعيد عن البول. حاجه فيزيكس بس تخليك تعرف الليفر ده ساعات بيجي لك واضحه قوي كده، يعني هنا احنا مش هنختلف مع بعض، هنا وخلاص واضحه الليفر ده irregular margin والليفر ده regular margin. بس انا بقول لك على الحاجات النص نص، النص نص اللي انت مش عارف تحكم قوي، بص على الجدار هل هو بيلمع ولا ما بيلمعش. تمام كده. بص كده مثلا على الجدار ده، ايه رايك الجدار ده بيلمع ولا ما بيلمعش؟ راي حضرتك ايه؟ راي حضرتك ليه؟ ما بيلمعش، صح؟ مع ان حضرتك شايفه الى حد ما مش زي اللي فات، صح كده؟ انت شايفه ريجولر، متفق معايا؟ فهمت قصدي في الحته دي؟ انت هنا شايفه ريجولر، صح؟ شايفه ريجولر، بس في نفس الوقت اللي انت شايفه ريجولر ما بيلمعش، يبقى ده في الريجولاريتي حتى لو بسيطه خالص انت مش قادر تحددها. يبقى هكتب في ده الريجولار ليفر بوردر. حد مش فاهم دي؟ حد مش فاهم دي؟ حد مش فاهم دي؟ حد مش فاهم؟ طب حد فاهم؟ حد فاهم؟ ممتاز. تاني بص كده، بص هنا الليفر البوردر بتاعته، البوردر بتاعته بتلمع، بتلمع بيضة، بتلمع يعني لونها ابيض، بتلمع يعني لونها ابيض. اذا انا نازل هنا بالترا ساوند بيم تماما عموديه عليها، وده طيب هنا واحده واحده اسمع، هنا لا هنا في الريجولارتي، هنا في الريجولارتي. ممتاز. بص كده عملت لك زومنج على الاثنين، بص هنا وبص هنا، عملت لك زومنج على الاثنين وبص في الاثنين. طيب تاني وتالت ورابع، هنا بتلمع بيضة الجدار ابيض، هنا الريجولار الجدار مش ابيض. طيب
احنا بصينا على الليفر، بصينا على الليفر، بصينا على الريفر سايز، وبصينا على الريجولار بوردر بتاعته. من ضمن الحاجات اللي بتبص على البوردر بتاعته، بص بره البوردر، لكن في فوكال ليجن اكزوفيتك طالع من الليفر، طالع بره الليفر، ممكن يطلع بميديكال. يعني وانا عندي الليفر اهو، ما ابداش من هنا، لا ابدا وامشي بالبروب بتاعي لغايه ما اطلع بره الليفر خالص، وبعدين ارجع اخش تاني. لو بقيس كده امشي بره الليفر خالص وبعدين ارجع تاني. لازم تشوف الليفر وحتتين 2 3 سم من براه عشان تعرف تحكم. هنا في حاله زي دي لقينا الليفر مطلع اكزوفيتيك ليجن واخده الفاسكولاريتي بتاعتها من الليفر، فدي كده اسمها اكزوفيتيك ليجن من الليفر. تمام؟ تاني، اي ليفر لازم حضرتك تقيس كمان براه، تبص كمان لا تكون في حاجه طالعه منه. ماشي؟ بعدين هنيجي في الفوكال ليجن نحكي. تاني، نقول تاني الليفر ببص على ثلاث حاجات، اربع حاجات، حاجات من بره، حاجات من جوه، حركته، وبعدين ببص على حاجات اديشنال. اكزوفيتك يعني طالع منه لبره. بص يا داليا، بص يا دينا، ادي الليفر اهو. لو في فوكال ليجن هنا يبقى ده هيباتيك فوكال ليجن. طب افرضي الليفر طلع حاجه كده وعمل فوكال ليجن هنا، دي اسمها اكزوفيتك فوكال ليجن. فهمت كده يا دينا؟ فهمت كده يا دينا؟ تمام. طيب يبقى تاني، يبقى اول حاجه، اول حاجه اتاكدت منها السايز. اتاكدت من السايز ازاي؟ زي ما قلت لك في طريقتين. الطريقه اللي موجوده في الكتب الميد كلافيكولار لاين، اللي انا ما بحبش اعملها غير في الاطفال. طب في الادلت عملت ايه؟ رحت بصيت على الرايت كيدني، بس بشرط انها تبقى سليمه، وشفت اللور بول بتاع الليفر مع اللور بول بتاع الرايت كيدني، والاثنين في مكان واحد ولا لا. تمام كده؟ طيب ده بالنسبه للليفر. ما لقيتش الكلام ده، برجع اعيد تاني بالميد كلافيكولار لاين. طيب دي اول حاجه. بعد كده بصيت على السيرفس والكونتور. انا عايز السيرفس بتاع الليفر يبقى بيلمع لونه ابيض ونازل عمودي، مش الريجولر. مهم كمان ان انا اشوف الليفر واغطي حواليه بالبروب 2 3 سم من حواليه. النورمال فاريانت رقم 3 هنتكلم عليها كمان شويه، هنتكلم عليها كمان شويه. يبقى دول الثلاث حاجات اللي بره، الاربع حاجات اللي جوه. الاربع حاجات اللي جوه ببص على سايز في البيدياتريك في الميد كلافيكولار لاين، وليها تشارت، ليها تشارت جدول بتمشي عليه. الحاجات اللي جوه حاجه اسمها ايكو تكتشر، حاجه اسمها ايكو جينيستي، وبعدين نعمل سكان للسيجمنت زي ما اتعلمنا عشان نشوف فيه اي فوكال ليجن ولا لا، وبعدين بنبص على البايل داكت والفاسكوليتشر بتاعه الليفر، كل الحاجات التيوبس اللي بتمشي في الليفر. طيب هل في فرق بين كلمه ايكو تكتشر وايكو جينيستي؟ بمعنى حضرتك لما بيجي لك فاتي ليفر، فاتي ليفر، بتكتب برايت ايكو تكتشر ولا ايكو جينيستي؟ واحد تكتشر ولا ايكو جينيستي؟ اثنين، بتكتب ايه؟ اوف برايت ايكو تكتشر ولا ايكو جينيستي؟ لا اكتب لي واحد او اثنين. واحد، اثنين، 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 اثنين. ها في حد عنده حاجه ثانيه غير اثنين؟ اثنين، ممتاز. طيب ممتاز، بس كده ركز معايا. واحد، كلمه ايكو جينيستي مختلفة عن كلمة ايكو تكتشر، وركز معايا في الكلام ده كويس عشان تبقى حتى ما بتيجي توصف بتوصف كلام علمي صح. جينيستي درجة البياض، ابيض ولا اسود ولا انظم. تكتشر درجة النقاء، ليفر نقي ولا مش نقي. هوري لك يعني ايه دلوقتي، تعال نمشي واحدة واحدة ونشوف مع بعض. بص كده، قبل ما اشرح لك اي حاجة، عايز عينك تتعود على شكل البارينكما الطبيعيه بتاعت الليفر.
ده شكل البارينكما الطبيعيه بتاعت الليفر. يعني ايه شكل البارينكما الطبيعيه؟ هو اللون الرمادي ده الطبيعي. الهيباتيك فين ما لهمش وول طبيعي. البورتال فين يبقى ليهم وول خفيف كده طبيعي. اللون بتاعه يبقى قريب من لون الكدني ده طبيعي. تاني، اللون بتاعه شبه لون الكدني، قريب من لون بارينكما الكدني. او افتح منها سنه بسيطه. او افتح منها سنه بسيطه. تمام؟ ده بالنسبه للبارينكما. الهيباتيك فين ما لهمش وول، البورتال فين ليهم وول خفيف. تمام؟ ده بالنسبه للايه؟ للليفر بارينكما. عود عينك عليها، احفظ النورمال الاول عامل ازاي. تاني، ده شكل النورمال. رمادي، لونها رمادي. بورتال فين ليه وول خفيف. الهيباتيك فينز ما لهمش وول. شيء اولهم مش باين قوي زي دول. ماشي؟ ده شكل الطبيعي. حاسس حاجة مختلفة في الليفر اللي عليه علامة صح ده؟ حاسس حاجة مختلفة؟ حاسس حاجة مختلفة؟ إيه اللي حاسه مختلف؟ إيه اللي أنت حاسه مختلف في الليفر ده؟ أبيض صح؟ ليفر أبيض. ليفر لونه فاتح. مش لونه الرمادي الطبيعي، لونه فاتح. لونه فاتح ده يعني إيه؟ وهنكتبه أني جريد بعد كده. سيبك، هل هنا درجة النقاء ولا فاتح ولا غامق؟ أنت إيه رأيك؟ فاتح عن زميله ولا غامق عن زميله ولا درجة النقاء؟ فاتح عن زميله صح؟ فاتح عن ده. تيجي تعمل كومباريزون بين الليفر ده وأخوه تلاقي الليفر ده لا ده فاتح عنه. ده فاتح عنه. كلمة فاتح ولا غامق هي دي اللي اسمها إيكو جينيستي. فاكتب كده إن شوينج برايت إيكو جينيستي. تمام؟ طيب ايه رايك في الليفر ده عن اخوه؟ فاتح ولا غامق؟ الليفر ده عن اخوه فاتح ولا غامق؟ غامق صح؟ غامق. ممتاز. يجي هنا سؤال، مش حضرتك يا دكتور عمرو ممكن تبقى لاعب في درجه بياض الصوره كلها وغمقان الصوره كلها؟ يعني مش ممكن حضرتك اللي تكون مفتح الصوره قوي، مزود البرايتنس او مقلل البرايتنس؟ يجي هنا الحل الثاني. الحل الثاني ان نقارن الليفر بمين؟ نقارن الليفر بمين؟ بالكدني. قلت لك الليفر شبهها او يا دوبك افتح سنه. الليفر شبهها او يا دوبك افتح سنه من الكدني، لكن ما يبقاش افتح كتير زي ده. ما يبقاش في درجه فرق واضح زي ده. هما قد بعض او يا دوبك قريبين من بعض. ما يبقاش فرق درجه واضح كده. ولما نيجي نتكلم عن الفاتي ليفر هنقول شويه حاجات كمان. بس اني واي، اما تكتب على الليفر ده تكتب برايت ايكو باترن، مش ايكو جينيستي. برايت ايكو باتر، سوري ايكو سوري انا اسف. برايت ايكو جينيستي مش ايكو تكتشر. او ايكو برايت ايكو جينيستي او ايكو مش ايكو تكتشر. اوعى تكتب ايكو تكتشر. تكتشر دي هوريها لك كمان شويه، لكن دي بكتب ايكو جينيستي. انكريز ايكو جينيستي ماشي، بس في الاخر بنتكلم في الايكو جينيستي. طيب تاني، بص ده ايه رايك، نورمال ولا برايت؟ ايه راي حضرتك، نورمال ولا برايت؟ رايك بالظبط، ما هي بس ماشي عشان ما اغلطش الناس. بس نورمال صح كده؟ طيب تعال نشوف اللي جنبه كده. تعال نشوف اللي جنبه. ايه رايك في ده؟ ايه رايك في ده؟ ده برايت صح كده؟ ده برايت. طيب ممتاز، يبقى احنا كده عرفنا فرق بين درجه البياض. فكده اما اتكلم انه برايت ايكو جينيستي. برايت ايكو جينيستي. يا جماعة الله يرضى عليكم الكاميرات. الله يرضى عليكم الكاميرات. الدكتور أو الدكتورة اللي فتحت. طيب بص كده، الليفر ده ممكن يكون أغمق شوية. هو الليفر الأغمق صعب، الليفر برايت أنت بتعرف تطلعه بسرعة. الليفر الأغمق شوية بيبقى هو اللي صعب بالنسبة لك.
وهنقول بعد كده نفرقهم ازاي ضمن منهج الكورس. تاني ده برايت ايكوجينيستي، مقارنة الليفر بالكيدني في فرق كبير. برايت ايكوجينيستي، طيب هنقول في حالة الفاتي ليفر، نقول في حالة الفاتي ليفر، في حالة الفاتي ليفر هنقول ان شاء الله حالة الفاتي ليفر هنقول ان شاء الله. طيب لا ملوش دعوه بالبيشنت سيكنس. الايكوتكتشر دي حاجه ثانيه، الايكوتكتشر دي حاجه ثانيه. يعني ايه الايكوتكتشر دي حاجه ثانيه؟ شايف الليفر ده حلو وسموس وناعم ازاي؟ بص على البارينكما بتاعته، بص على البارينكما بتاعته، وبص ماكو يعني مفيش اهو، وبص على الليفر ده شكله عامل ازاي، شكله كده هيتروجينس، وحش مش حلو، ده حلو وده مش حلو، صح كده؟ متفق معايا ولا لا؟ حد مختلف يا شباب، حد عنده اختلاف، حد مش شايف قوي، حد مش شايف قوي. طيب تمام، انا مهمه جدا عندي دي. ليه مهمه عندي جدا؟ ليه؟ عشان في حاجات من الحاجات دي بتبقى سبجكتيف لي بعينيك، بس لازم حد يعلمها لك، لازم حد يقف معاك كذا مره ويعلمها لك. لازم حد يقف معاك كذا مره ويعلمها لك. بص كده تاني، انا عملت لك زوم، شايف شكل البارينكما هنا، شايف شكل البارينكما هنا، وشايف شكل البارينكما هنا، شايف الفرق بين الاثنين، شايف الفرق بين الاثنين، بنسمي ده ايكو تكتشر كورس، ايكو تكتشر كورس، ايكو تكتشر. ما تقولش كورس ايكو باتر، ما تقولش كورس ايكو جينيستي، ده كورس ايكو تكتشر، هيتروجينس ايكوتكتشر، كل ده مقبول. تمام كده؟ يبقى ده الفرق بين الايكوجينيستي والايكوتكتشر. تاني ده شكل الليفر النورمال، وده شكل الليفر الكورس. عايز عينك تاخد على الفرق بينهم، مش اي ليفر. ليه انا بقول الكلام ده؟ وبالذات الكلام ده لان انا بشوف كتير جدا من زمايلنا، بشوفها بنسبه كبيره جدا جدا جدا، بيقولوا على كل الليفر كورس، كل ما يجي يشتغلوا حاله يقول لك الليفر كورس، كورس ليفر. تقول له ايه اللي شفته في الحاله؟ يقول لك كورس ليفر. تحس ان هي ايه بقت اسطمبه كلنا بنقولها. كلمه كورس ليفر دي كلمه كبيره، عايز تقول للراجل ان الليفر بتاعك اتاثر يا استاذ فلان وبقى حالته بالبلى. فعشان تقول له الليفر بقى اتاثر وحالته اتدهورت كله، يبقى انت لا، يا موضوع كبير مش موضوع صغير. فبلاش الله يكرمك الكلمه دي تبقى هتقولها عمال على بطال. لما نيجي في السيروزس هنتكلم. في حاجة تانية بقى ملهاش علاقة بدرجة البياض ولا السواد، ولا ليها درجة علاقة بالهيتروجينيستي قوي. بلاش برضو لا فاين كورس ولا أنا مش عارف إيه الكلام اللي إحنا بإيه بنلعبكم ده. خلينا نبقى بنتكلم كلام كويس. أنا هقول لك دلوقتي، أما نيجي ساعة محاضرة السيروزس هبقى اقول لك ازاي تتصرف مع القصه دي. ماشي؟ ساعة محاضرة السيروزس ان شاء الله هقول لك ازاي تتصرف مع القصه دي. طيب بص كده معايا، الليفر ده بقى فيه حاجه جديده، مش ابيض واسود ولا هيتروجينس ولا بتاع. البورتال فين اللي كنت بشوف واحد ولا اتنين في الصوره كلها، بص بقت في الصوره بشوف كام واحد؟ بشوف كتير قوي، بشوف البورتال فين بتلمع قوي. انا مش عايزك تقول لي ده معناه ايه دلوقتي، مش عايزك تقول لي ده معناه ايه دلوقتي. انا بس بوريك فرق حاجه اسمها بيري بورتال فايبروزيس، من البيري بورت مش ده نورمال، وده بيري بورتال فايبروزيس. في فايبروزيس ماشيه مع البورتال، مخليه كل البورتال بيضه، مخليه كل البورتال بيضه. تاني بص الفرق هنا،
واحد اثنين ثلاثة أربعة وخفاف. بص الفرق هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وكتير، حتى السكنس بتاعه كبيرة، السكنس بتاعته كبيرة. دي كده اسمها بيريبورتال فايبروس. تاني تاني عشان نجمع مع بعضينا، احنا لما نيجي نشتغل حالة سونار حضرتك بتبص على حاجات من بره، حاجات من جوه، حاجات مع الحركة، حاجات أخرى. حاجات من بره السايز وقلنا نعمله ازاي، بعدين الكونتور اللي كان ريجولر او الريجولر، وهنتكلم على فاريانت كمان شويه. الايكوتكتشر يعني الليفر ناعم، ما هنقول بقى جاي 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 في وقتها. ليفر ناعم لسه، الفاريانت هنقولها كمان شويه، ناعم ولا خشن ولا بايظ، كوجينيستي غامق ولا فاتح ولا عادي. وبعدين هتسكان السيجمنت عشان تشوف فيه فوكال ليجن ولا لا زي ما اتعلمنا. وبعدين البيلياري والفاسكولاتشر هنتكلم عليهم في المحاضرات بتاعتهم. في حاجه كمان، الليفر ساعات بيبقى ايه، تلاقيه مع النفس، المفروض الطبيعي يعني ان الليفر مع النفس بيتحرك. الليفر مع النفس بص كده بيتحرك. في بعض العيانين هتلاقي الليفر مهما ياخد نفسه الليفر مش بيتحرك نتيجه ان حواليه بيري هيباتيك ادهيجنز. انسى القصه دي دلوقتي. طيب التقرير بتاعي بكتب ايه؟ بكتب بالترتيب كده، التعليقات بتاعتي بالترتيب. الليفر اوف افريج سايز شوينج نورمال ايكوجينيستي اند هوموجينس ايكوتكتشر. لو عايز تغير النورمال دي تبقى برايت ايكوجينيستي، لو عايز تغير الهوموجينس دي هتبقى هيتروجينس او كورس ايكوتكتشر. نو فوكال ليجن يعني عملت سكان سيجمنت. بعدين نبص على الفاسكوليتشر، نو انترا هيباتيك بيلي راديكال دايلاتيشن. كمان ده تعليقك كده السليم على الليفر، ماشي؟ السايز، الايكوجينيستي والايكوتكتشر، الفوكال ليجن، البيلياري سيستم. كده انت كتبت تقرير مغطي كل الحاجات الاساسيه اللي احنا محتاجينها. اخر حاجه عندنا في المحاضره النهارده، ايه الفاريانتس اللي ممكن اقابلها وانا شغال مع حاله ليفر التراساوند. اول فاريانت بعدين هنجمعهم في الاخر. اول فاريانت ليها علاقه ان الليفر كان مرفوض موجود ناحيه الرايت بقى موجود ناحيه الليفت. الجسم عكس، الجسم عكس، بمعنى الاستومك بقت الناحيه دي والسبلين بقى الناحيه دي والليفر بقى الناحيه دي، دول الاثنين عكسوا مكان ده. وكمان ساعات في بعض الاحيان الهارت الايبكس بتاعته ناحيه الليفت بقت الايبكس بتاعته ناحيه الرايت. وكمان اللنج كمان هتتغير، يعني اللنج الشمال اللي كان فيها فيشر واحد بقى فيها اتنين فيشر، واللنج اليمين اتغير. كل الكلام ده يعني حصل حاجه اسمها ميرور ايمج، صح كده؟ حصل حاجه اسمها ميرور ايمج، في مصر عندنا بنسميها عكس عكاس، صح كده؟ المصريين هتلاقيهم بيقولوا عليها عكس عكاس، صح؟ دي حاجه اسمها سايتس انفيرسس. سايتس يعني ليها علاقه بالسايت، انفيرسس ليها علاقه بالعكس، السايت العكس. لو حصلت في الليفر على مستوى الليفر والسبلين بس اسمها سايتس انفيرسس فقط. لو حصلت على مستوى اللنج والهارت كمان دخلنا في سايتس انفيرسس توتاليز، ماشي؟ تمام. طيب بص بقى، ركز معايا اكتر، ركز معايا اكتر بقى في الحته دي. سيب اللي في ايدك، سيب اللي في ايدك، سيب اللي في ايدك وركز في دي، اسمع الكلام اللي بقول لك عليه. دي اسمها سايتس سوليتس او النورمال، دي اسمها سايتس انفيرسس عكست. في بقى حاجه ان الليفر يجي في النص، لا عكس ناحيه الشمال ولا ناحيه اليمين، دي اسمها سايتس امبيجوس. سايتس امبيجوس هنشرحها بالتفصيل مع الاسبلين، هنشرحها بالتفصيل مع الاسبلين. تمام. يبقى انا عندي لا اما احتمال الليفر يبقى ناحيه اليمين وده الصح، ليفر ناحيه الشمال ده عكس تماما، في النص ده اسمه امبيجوس. طيب بص ركز كده معايا،
ركز كده معايا، ادي سي تي عشان تشوف الاول في سي تي، ادي الليفر، ادي الليفر ناحيه اليمين، سبلين ناحيه الشمال، ستومك ناحيه الشمال. عكسنا في حاله ثانيه معكوسه تماما، الليفر هو ناحيه الشمال مكان السبلين، الستومك وادي السبلين هي اللي مكان الليفر. فدي حاجه اسمها سايتس انفيرسس. ونشوف بقى اللانج والهارت عشان نقول توتاليس ولا لا. تاني بص كده، ادي البورتال فين داخل في الليفر، وادي الاستومك وادي السبلين، ده الطبيعي. انما هنا لا، الليفر موجود ناحيه الشمال، ناحيه الليفر موجود ناحيه الشمال، ده مش الطبيعي، ده مش الطبيعي. طيب في السونار، في السونار رحت في الرايت سايد لقيت ده الاستراكشر، ده هو السبلين. رحت في الليفت سايد لقيت الليفر والليفت كيدني، الليفر والسبلين عكسين مع بعض، الليفر والسبلين عكسين مع بعض. لو الليفر والسبلين عكسوا هيعكس كمان بالتالي الاورطة والاي في سي، ده الطبيعي انك تلاقي الاورطة ناحية الليفت والاي في سي ناحية الرايت، ده الطبيعي. بص هنا لقيت الاي في سي هو اللي ناحيه الليفت بدل الاورطة، ولقيت الاورطة هو اللي ناحيه الرايت بدل الاي في سي، كل ده مع السايتس انفيرسس توتاليس. واحده من اسهل التشخيصات على الاطلاق، ما تفتكرش انك هتتلخبط فيها، واحده من اسهل التشخيصات. ليه؟ لانك هتعمل ناحيه الليفت هتلاقي الجول بلادر والليفر والاي في سي والهيباتيك فين داخلين فيه، تروح ناحيه الرايت تلاقي السبلين، فده مش هتتلخبط فيه على الاطلاق، عمرك ما هتتلخبط في التشخيص ده. بص كده الحاله دي، ادي السباين وادي الاورطه وادي الاي في سي وادي الليفر، الليفر ناحيه الليفت والاي في سي ناحيه الليفت والاورطه ناحيه الرايت، تمام. يبقى اول باثولوجي حصل معانا، اول باثولوجي حصل معانا ان حصل عكس عكاس، الليفر بعد ما كان او من رايت تو ليفت، الليفر بدل ما كان رايت بقى ليفت. تاني حاجه هتبقى اب اند داون، الليفر طلعت حته منه عدت الدايفرام، دي لازم طبعا يكون الدايفرام فيه في ديفكت، يبقى في دايفراجماتيك ديفكت وحته منه عدت الدايفرام. بص كده عشان دي هتلخبطك شويه، بتعمل اكس راي لعيان، اكس راي شست العيان، لقيت المنظر ده، ادي الليفت لانج وادي الرايت لانج، فيها حته بتاع كده، تشخص ايه؟ تشخص ايه لو لقيت المنظر ده؟ تشخص ايه لو كده؟ ليجن مثلا، سيست، فيوجن، هيرنيا، صح؟ تشخص حاجات كتير صح؟ بس انا عندي في حاجه هنا، في حاجه هنا مش طبيعيه، في زي سيست كده او زي حاجه او ماس او فيوجن، في حاجه مش طبيعيه. عملت السي تي لقيت ادي الليفر ومطلع حته مدخلها الليفر اهو، ومطلع حته مدخلها في الشيست، ماشي. يبقى دي لو الليفر طلع لفوق شويه، يبقى تاني، يبقى نقول الحاجات اللي عندنا، يبقى نقول الحاجات اللي عندنا، ممكن رقم واحد، ممكن رقم واحد ان الليفر يعكس مكانه يجي ناحيه كده، سميناها ايه يا شباب؟ سميناها ايه؟ لو الليفر عكس مكانه اسمها ايه؟ سايتس، ممتاز ممتاز، الناس تصحى، الناس تصحى، سايتس انفيرسس. طيب الحاجه الثانيه لو طلع لفوق بقى اسمها دايفراجماتيك هيرن. حد فاكر الليفر لو كان في النص اسمها سايتس ايه؟ لو الليفر في النص اسمها ايه؟ ايوه ممتاز يا رحيق، ممتاز ممتاز يا عمرو، ممتاز يا منار، ممتاز ممتاز يا امل، ممتاز سايتس امبيجوس، ماشي ممتاز. يبقى دول اول اتنين باثولوجي عندنا فيهم ابنورمال، او اول فاريانت فيهم ابنورمال بوزيشن،
تحول من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال او من فوق لتحت. تمام. تاني هتبقى صعبه شويه عليك بالصنوع بس يعني بنقولها بالمره. تاني حاجه ان يحصل اللونجيشن، وبرده الاللونجيشن بتاع الليفر، بص ركز معايا، الليفر عامل كده، الليفر عامل كده، لا يقول لنجيت من الناحيه دي، لا يقول لنجيت من الناحيه دي، صح؟ لا يكبر كده، لا يكبر كده، مش هيباتوميجالي، ركز معايا، انا مش بتكلم ان الليفر كله كبر، بس ركز معايا في الحته دي الله يكرمك عشان بتلخبط الناس او بشوفهم متلخبطين فيها. لو اعتبرنا ان ده الليفر الطبيعي، ده الليفر الطبيعي، نرسمه احسن شويه، ده الليفر الطبيعي. لو كله كبر ده اسمه هيباتوميجالي. انما ما بتكلمش عن هيباتوميجالي، انا بتكلم عن ليفر طبيعي بس الحته دي حصل فيها اللونجيشن. او ليفر طبيعي بس الحته دي حصل فيها اللونجيشن. تمام؟ الحته اللي تحت دي، الحته اللي تحت دي لو حصل فيها اللونجيشن تتوقع دي سيجمنت كام تقريبا؟ تعالى كده نفكر مع بعض، دي ممكن تبقى سيجمنت كام؟ ممتاز. لو سيجمنت 6 حصل فيها اللونجيشن لوحدها من غير حاجه اسمها ريدلز لوب. اسمها ايه؟ ريدلز لوب. طيب اعرفها ازاي ريدلز لوب؟ ان انا الاقي اللور بول بتاعت الكدني، اللور بول بتاعت الليفر معديه سيجمنت 6 نزلت لتحت. طيب هتلخبطني مع مين؟ هتلخبطني مع مين؟ مين اللي هيلخبطك؟ حاسس انك هتلخبط ولا تشخصها؟ الهيباتوميجالي، صح كده؟ الهيباتوميجالي. احنا لسه قايلين حالا، على الهيباتوميجالي، ان في الهيباتوميجالي، اللور بول بتاع نفس الكلام. نفرق ازاي؟ ركز بقى معايا، هو انا في الهيباتوميجالي تاني المنظر ده يحمل معايا كام احتمال؟ اتنين، يا اما دي هيباتوميجالي يا اما دي ريدلز لوب، صح كده؟ لا هيباتوميجالي لا ريدلز لوب. طيب اسالك سؤال، هي الريدلز لوب مين اكتر ناس بتحصل معاهم؟ اكتر ناس بتحصل معاهم الريدلز لوب الستات بعد الخلفه، بعد ما تخلف كذا مره بيبدا يحصل ريدلز لوب، في حاجه فيسيولوجيكال كده، ماشي؟ طيب سؤال، ده احنا ده الريدلز لوب لا هيباتوميجالي، ماشي عايز افرق، مين فيهم اللي فيه بقيه الليفر بيكبر؟ الريدلز لوب ولا الهيباتوميجالي؟ الريدلز لوب ولا الهيباتوميجالي؟ مين فيهم اللي بقيه الهيباتوميجالي؟ يبقى انا اروح ابص على حاجه ثانيه واشوفها كبرت ولا لا. مين الحاجه الثانيه اللي ابص عليها اشوفها كبرت ولا لا؟ سيجمنت 3. سيجمنت 3 اشوفها كبرت ولا لا، اقيس الليفت لوب كسايز الاول. الليفت لوب كسايز سهل، الليفت لوب كسايز مش زي الرايت، موضوعه سهل، موضوعه سهل لان انت بتبقى شايفه وواضح قدامك كده. فانت ممكن تشوف الليفت لوب ده الاول كبير ولا لا. هو النورمال بتاعه لغايه كام؟ لغايه 10 سنتي. النورمال بتاعه لغايه كام؟ لغايه 10 سنتي. تمام، فده سهل ممكن اشوف. حاجه ثانيه، تعرفك الليفر كبر ولا لا، البروب ال اس. بص كده ركز بس معايا، انا هجيبها لك من الاول. انت هنا، عندك الرايت لوب كبرت، ليه؟ عشان ادي احنا عندنا الكدني اهي عدتها بالريدلز لوب. يبقى نروح نقيس مين؟ الليفت لوب، نشوف هو كمان كبير ولا لا. طب اجيب الليفت لوب ازاي؟ ال اس في الميد لاين، زي ما كنت بجيب سيجمنت 2 و3، برضو بجيب اكبر مقاس لي. وفي ناس وفي كتب تانية كاتبة، لا مش اكبر مقاس، كاتبة الكرينيو كودل، مش اكبر مقاس يعني ما تقس كده. في كتب كاتبة كده وكتب كاتبة كده، خلينا نمشي لو عايز رأي يعني، امشي بالكرينيو كودل اللي هو المقاس ده، امشي بالكرينيو كودل اللي هو المقاس ده، مش كده؟ مش اكبر مقاس يعني ما تقس كده،
مثلا. طيب ده اخره 10 سنتي، لو لقيته 15 لقيته 14 يبقى ده كمان كبير، يبقى كده الليفت لوب كبر والرايت لوب كبر، يبقى ده هيباتو ميجلي. يبقى كده الليفت لوب كبر والرايت لوب كبر، يبقى ده كده هيباتو ميجلي. طيب تاني ادي سيجمنت 2 وادي سيجمنت 3، بقيسه كده تمام بشوف. طيب عشان دكتور مارك بس كده يا جماعه، انا شايف موضوع السيجمنت مصعبها عليكم. احنا عندنا هنا سيجمنت 2 3 وبعد ما نعدي الفالس مجرم 4 5 6 صح كده، 7 8 4 صح، متفق معايا ولا لا؟ مش احنا قلنا ان هنا في المسافه ما بين الجول بلادر والاي في سي هي اللي بتقسم الليفت ورايت لوب، هي دي، وده فالس فورمولا. انا بقول لك قيس في 2 و3، مش بقول لك قيس 4 ولا بقول لك قيس عند الفالس فورمولا، بقول لك قيس في 2 و3. ليه بتدخل 4 في الموضوع؟ انا بقول لك قيس 2 و3 بس، الموضوع سهل ما تصعبوش على نفسك، قيس 2 و3 تمام كده يا شباب. طيب تاني هجيب سيجمنت 2 و3 واقيسهم واشوف 10 سنتي ولا لا، تمام كده؟ طيب سيجمنت 2 و3، في معلومة تانية، تخليني أقول إن سيجمنت 3 كبيرة حتى من قبل ما تقيس، زي ما شفنا كده في الرايت لوب وشفناه معدي الكدني، قلنا إن هو كبير. في الليفت لوب برضو في تركة، الليفت لوب لو بوينتد إيدج كده، لو عامل مثلث كده، يبقى ده غالبا نورمال. لو عامل مثلث كده غالبا ده نورمال. لو عامل دايره كده، غالبا ده مش نورمال، غالبا ده الارشد تمام. طيب بص صوره الاكس راي دي وصوره السي دي، في صوره السي تي دي الليفر كبر 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 لغايه ما راح لغايه الالياك بون. انت متخيل الليفر نزل لغايه فين؟ لغايه الالياك بون تحت تمام. بص عليها في الاكس راي وبوريها لك برده عشان هتجيلك في الامتحانات. بص عليها في الاكس راي، كل ده الليفر، طبعا عندنا هنا كل ده واصل برده لغايه الالياك بون تمام كده. تاني بص عشان بس اجمع لك الموضوع، احنا عندنا ادي كدني وادي الرايت لوب بتاعت الليفر معديها كده، الليفر ده انلارجد ولا لا؟ او حاجه ثانيه صح؟ لا انلارجد لحاجه ثانيه، لا انلارجد، لا ناس تركز معايا، لا انلارجد، لا ريدلز لوب صح؟ لا ريدلز، لا انلارجد لا ريدلز. بروح اعمل ايه؟ بجيب نفس الليفر، سيجمنت 2 و3، واشوف بلاقيهم طالعين في الشاشه كده، اقيسهم الاول واشوفهم كبار ولا لا، ده رقم واحد. رقم اثنين اشوف سيجمنت 2 سوري سيجمنت 3 من تحت مثلث ولا سيجمنت 3 من تحت راوندد. لو مثلث غالبا هتطلع كويسه، لو راوندد غالبا هتطلع انلارجد تمام كده يا شباب؟ تمام كده الموضوع؟ طيب في حاجة جديدة أو حاجة كمان اسمها سليفر ليفر، أو اسمها بيفير تيل، عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن الليفت لوب كبرت 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 بس مش لتحت، للجنب، راحت حوطت السبرين. تاني انا المفروض عندي المنظر اللي احنا شفناه من شويه ده، بقول لكم تاني معلش، ومنظر ده الليفر اخره قبل السبرين، ملوش دعوه بالسبرين، تمام؟ هنا
لقينا الليفر اهو. بص مثلا في حاله زي دي، بص في حاله زي دي ادي الليفر وادي السبلين، ما لهمش دعوه ببعض. ادي حتى لو سايتس انفيرسس ليفر وسبلين ما لهمش دعوه ببعض. امال في الحاله دي ايه اللي حصل؟ في الحلقه اهي بص برضو حاله زي دي برضو سايتس انفيرسس، ادي الليفر اخره اهو، اخره في الميد لاين تقريبا، وادي السبلين ما لهمش دعوه ببعض. بص بقى في الحاله اللي جايه دي، السليفر ليفر دي او بفيرتل، الليفت لوب راحت حوطت السبلين، الليفر كبر بالعرض. بص منظرها بالستي، ادي السبلين وادي الليفر كبر وراح حوطه. فاهم؟ ده اسمها سليفر ليفر او بفيرتيل. بص كده ركز معايا، انا جيت اعمل في الليفت سايد، في الليفت سايد سونار، لقيت السبلين اهو، ده السبلين، ولقيت حاجه جنبيه اهي، ولقيت حاجه جنبيه اهي. ايه الحاجه اللي جنبيه دي؟ الحاجه دي خلي بالك بتخدع في حالات التروما. في حالات التروما يقول لك انا شايف في هيماتوما جنب السبلين. فاهم الموضوع؟ يقول لك انا شايف ان في هيماتوما جنب السبلين، والاكشولي دي مش هيماتوما ولا حاجه، اكشولي دي مش هيماتوما ولا حاجه، ده الليفر. طب عرفت منين ان الليفر؟ عرفت من الفيزلز اللي فيه، عرفت من الفيزلز اللي جوه. تمام كده؟ تاني بص الحاله دي، بص الحاله دي انا رحت اهو، خليني معاك واحده واحده. ده الليفت كدني، ده سبلين، ده كده في حاجه هنا بره السبلين. لا دي اسمها نورمال فاريانت، دي مش هيباتوميجالي، ده نورمال فاريانت، ده مش هيباتوميجالي، ده نورمال فاريانت اسمه فيرتيل او سليفر ليفر. هيباتوميجالي ده مرض، هيباتوميجالي ده مرض، دي نورمال فاريانت وليست هيباتوميجالي. كويس انك سالت السؤال ده يا عماد، دي نورمال فاريانت وليست هيباتوميجالي. يلا في حاله زي كده انا شكيت قلت ايه اللي بره، ايه اللي بره السبلين ده؟ مش عايز تكتبه، عايز تكتبه عشان غيرك ماشي، اكتبه عشان اللي بعدك ماشي. بص كده ادي السبلين، واهو لقيت حاجه كده وفيها فيزلز. اوعى تكتب، طبعا هتجي لك تروما وحد فينا لسه بادئ اشعه ولا حاجه يقول لك يا دكتور، او يفتكر ان كل ده السبلين، يفتكر ان كل ده السبلين، ويقول لك في حاجه فيه الوان مختلفه، السبلين ده فيه هيماتوما او فيه كونتيوجن. فانت خلي بالك ان في فاريانت اسمه سليفر ليفر. بص كده ادي السبلين، وده سليفر ليفر كمان فاتي ابيضاني، ليفر ابيضاني محوط لايه؟ سليفر ليفر. ماشي؟ طيب احنا كل اللي عملناه ان احنا قلنا الليفر ممكن يتحرك سايد باي سايد، او يبقى بدل ما يبقى رايت يبقى ليفت، ما يعتبرش هيباتوميجالي، لا يعتبر هيباتوميجالي. الريدلز لوب والسليفر ليفر لا يعتبروا هيباتوميجالي، لا يعتبروا هيباتوميجالي. طيب يبقى احنا اتكلمنا ان الليفر، شفنا الليفر ممكن يبقى بدل ما يبقى رايت يبقى ليفت، وبدل ما يبقى ليفت يبقى رايت، دي سميناها سايتس انفيرسس فوق وتحت، دايفراجماتيك هيرنيا. الريدلز لوب كبرت بقى اسمها ريدلز لوب او سيجمنت 6 ماشي. الريدلز لوب نفس الصور، بصوا يا شباب الريدلز لوب نفس الصور الهيباتوميجالي، سيجمنت 6 معديه الرايت كيدني، سيجمنت 6 معديه الرايت كيدني. تسال نفسك هل كله كبر ولا الليفت رايت لوب بس؟ تروح تبص على الليفت لوب تشوفوا هو كمان كبر ولا لا، تشوفوا هو كمان كبر ولا لا. تمام؟ لو لقيت الليفت لوب كمان كبر يبقى ده هيباتوميجالي، ما لقيتوش كبر يبقى ده سليفر ليفر، يبقى ده ريتلز لوب. السليفر ليفر بيحوط السبلين، السليفر ليفر بيحوط السبلين، دي حاجه ثانيه. الهيباتوميجالي ما بيحصلش بالجنب، الهيباتوميجالي ما بيحصلش بالجنب، الهيباتوميجالي ما بيحصلش بالجنب. ساعات بيبقى في حاجه اسمها هايبوبليزيا الليفت او الرايت لوب، مش فارقه. اخر حاجه بقى
الريدلز ليفر، الريدلز ليفر ايات بتسال، هو كده في ناس كتير عندها ريدلز لوب، ناس كتير جدا عندها ريدلز لوب وبتتشخص هيباتومنجلي. ده بالعكس، احنا بنشخص كميه هيباتومنجلي غلط، احنا بنتشخص ان كميه هيباتومنجلي غلط. طيب اخر حاجه بقى، اخر حاجه بقى، حاجه اسمها، حاجه اسمها دايفراجماتيك سليب. تلاقي الليفر كده دخل وطلع تاني، تلاقي الليفر دخل لجوه في سيجمنت كده غريبه وطلع تاني، ده برضو انومالي، او الليفر كده كبسول 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 وقام دخل لجوه وطلع تاني، دي اسمها دايفراجماتيك سليب. تبان قوي في حاله زي كده، مثلا عنده اسايتس، تلاقي الليفر اهو، تفتكر حتى ان ايه، ان دي الريجولاريتي، بس هي ايه جزء منهم دايفراجماتيك سليبس، بالذات اللي داخله لجوه قوي كده، الريجولاريتي مش تبقى عنيفه قوي كده، تمام، اسمها دايفراجماتيك سليب. حاجه كمان، حاجه كمان بنشوفها، انك تلاقي حته فات صغيره كده جنب الكبسول، حته فات صغيره كده جنب الكبسول، دي بنسميها سودا ليبوما اوف جليسون كبسول، دي مش ليجن، عشان ساعات بشوفها في تقارير السي تي بالذات، دي مش ليجن، مش هتشوفها في السونار كتير، بس انا بكلمك عشان يعني لو بتشوف سي تي، دي مش ليجن، دي حاجه لازقه في الكبسول فيها فات، اسمها سودو ليبوما في جلوسين كبسول. اعرف ازاي انها مش ليزن؟ انها لازقه في الكبسول وصغيره، انها لازقه في الكبسول وصغيره بس. تاني برضو حاجه كده لازقه في الكبسول وصغيره، دي ممكن تعديها يعني، اكتبها بس في الفولو اب كده، سودو ليبوما اوف جلوسين كبسول. احنا خلصنا، خدنا الاناتومي براحتنا خالص. المره الجايه هنتقل، المره الجايه عندنا السيستات، هنبدا نتكلم في السيستيك ليجن اللي بتيجي في الليفر وازاي بين كومنت عليهم. اللي عايز اي سؤال، اي سؤال، اي سؤال يبعت لي على خاص وانا هرد عليه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، التقيكم الاسبوع القادم ان شاء الله، هنشرح السيستيك ليجن اوف ذا ليفر. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.